بعد شنو المواقف مثلا اللي صارت فيها مع المدرب؟ والله يعني اكو مواقف بالنسبه لي يعني بعيدا عن الرياضه. يعني اكو احد المدربين كان يدز اللاعبين، ما اعرف انه سيد او عراف، لا والله، يعني يسوي هاي الكتابات العوده وهي شيء للاعبين، وتروح يعني الفريق كله يروح، اللي لازم اللي تروحون لهذا السيد او هيك يسوي لكم شرف. دقيق انت تحكي صدق ولا تشاك؟ لحظه، هذا الواقع، ياخذ الفريق كله للعراف ما ادري للسيد ما ادري لل، وهذا العراف نفسه انا شفته باحد الوفود المنتخبات الوطنيه. والله مثل ما قلت لك منتخب اولمبي كان اتذكر، ما اعرف انه بالنسبه لي بوقتها انه احد المنتخبات الاولمبيه هو هذا الشخص اللي سيد اللي احنا كنا نروح يسوي عود ويسوي ما اعرف شنو، مسافر مع وفد المنتخب. جيد، رايح ويا الوفد لو رايح على حسابه؟ ما اعرف، لا ويا الوفد، لا لا والله، والله ويا الوفد، ويا الوفد بالطياره، نفس الطياره من المطار، يعني شيء طبيعي كانه ما احد لاعبين المنتخب. انت كنت موجود بهذا المنتخب؟ لا. شلون عرفت؟ هو الشخص اللي رحت له انا شفته بعد ويا الوفد، اللي رحت له مع النادي نفس الشخص، من رحنا من النادي رحنا له هذا السيد ما اعرف شنو، فهو نفسه هذا موجود مع وفد. شو سوى هذا؟ هسه عفنا من سفره للمنتخب، هاي كارثه واحده المفروض ينفتح بها تحقيق. ما اعرف كتابات كان المفروض يجي اتحاد كره القدم يقول تعالوا يا منتخب سافروا يا هذا العراف، أيه؟ وراح بوفد رسمي بطياره المنتخب الوطني، والله شر البليه وهاي يضحك. ما اعرف ويا وفد راح، تعالوا خلينا نشوف يا مدرب اخذ هذا العراف، ماخذين منتخب اولمبو ماخذين وياهم ساحر ما ادري دجال، هيا بعد هاي عفوها. انتم كنادي من كان ياخذكم المدرب لهذا شو يسوي؟ احنا يعني هو اول بدايه كان يكتب عوض ما اعرف شنو بكتها، ويعني للمزحه يعني حتى يعني اضحك ما ادري ايش يقول. انا اخر شيء لما تريد تطلع اجلكم الله يقول لك ممكن تتبارك بن عال جدي هيك، يعني هيك سلوك هيك يعني هيك هيك واصل، وهم يعني مؤمنين كامل الايمان، يعني هذا المدرب اي طبعا كامل الايمان يقتنع انه هذا اي كامل الايمان، كامل الايمان. زين من يخسر ثاني يوم وما رايح قبل يوم للدجال يجيبون مي ما اعرف شنو قبل اللعبه، يجيبون مي من يم ابو طاره، يعني حتى لون المي غريب يرشون على اللاعبين وهيك وما ادري شنو. يعني بالنسبه لي يعني قلت لك منصدم، يعني ذي شفت منصدم كلاعبين ايش تحكون بيناتكم؟ لا حول ولا قوة، ايش تقدر تحكي؟ ما تقدر رزقك هذا رزقك، يقول لك الله وياكم ولا يعطيك استغناء ولا شيء. وانت كنت بذيش الفترة انه موقع موسمي، يعني على اغلب توقيعنا موسمي. فانت من تسوي لك يعني ردة فعل مو حلوة بالنسبة لك يقولوا لك الله وياك، وحتى استغناء ما يعطونك. مدرب يجي ياخذ كم لاعب؟ 23 لو هم ال 18 لو الاحتياط لا هم اكو مرات ياخذون التشكيلة اللي راح تلعب. يعني اغلب الاحيان ياخذون التشكيله راح تلعب، يعني مثل البدلاء اللي هو باني امال عليهم، هو هذا اللي جاي يصير ياخذهم وياه. اي ياخذهم وياه، تعال اقرا لي عليهم يقرا وما اعرف شنو وما ادري شنو، مو لا ازيدك من الشعر بيت. هذا نفسه يسوي خيره على التشكيله الاساسيه، اللي خيرته مو زينه يقول له هذا ما يلعب هاي اللعبه، وحق هذا الماي اللي يغسل حي وميت، يسوي خير على اللاعبين واحد واحد. يعني بديت يعني انت بالنسبه لك بديت ما استوعب والله من كم المعلومات الصادمه جاي تطيح. انت كلاعب بالنسبه لك اليوم انا كابتن علي مدرب علي، هاي تشكيلتي الاساسيه، هاي تشكيلتي الاساسيه وانا لاعب شو يسوي؟ انه مو من ضمن خياراته، مو من ضمن خياراتك، اعرف نفسي لعبتين ثلاثه بعد ما تلعبني مو من ضمن خياراته، تتفاجئ نفسك تلقى نفسك بالتشكيله الاساسيه. والله شنو الدجال او العراف خذ لك خيره زينه؟ اي طبعا. والله مدربين إلى اسم بالدوري العراقي، درب منتخبات وطنية ودرب منتخبات وطنية بهاي العقلية؟ اي طبعا. لا لا والله، بعد شنو؟ بعد يطلع شيء من جيبه مخليه ببوصلة ويخلي بيد الكابتن يقرأ صورة الفاتحة، نقراها يسحبها يرجعها جيبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. زين تواعدني انا اكيد ما راح اقول لك من المدرب، لان هسه ورا البرنامج يرفعوا عليك دعوه. اي اكيد، لا انا بالنسبه لي بدون ذكر اسماء، بس تقول لي يا ورا الحلقه هيك لي معلومات، اذا لابد انا اعرف هذا المدرب. بعدين انت باكر يطلع ينظر علينا يصير جوارديولا براس ال، بعدين هاي يجي وقتها ونحكيها، نحكي بالاسامي. نعم رجعونا الصوره وتعليق، هذا نحكي بالمدربين راح يطلع كل اسرار الدوري كابتن ثاور.